تركوا لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي المسلسل شرح الشخصيات محظوظة، وهي الأخت الكبرى لمبروكة، وقد كانت هي وأختها تعيشان في منزل عمهما أبو نبيل بعد وفاة والديهما في حادث، وهو يعقوب عم البنات البخيل الحريص الذي أكل أموالهن وهن يتيمات. رغم ذلك لا يخلو قلبه من شيء من الطيبة والحب تجاههن، كأنه الشعور بالذنب وصوت تأنيب الضمير في داخله يعذبه. قام بأداء الشخصية الفنان علي المفيدي أم نبيل، وهي هيفاء زوجة العم الشريرة والمجردة بمعاني الرأفة والرفق والإنسانية. تكره بنات أخي زوجها كرها شديدا، وتحاول تقسية قلب عمهما عليهما بشتى الوسائل وبمختلف الطرق. قام بأداء الشخصية الفنانة مريم الغضبان. عندما اكتشفت بطلتا المسلسل محظوظة مبروكة قسوة الحياة وأن لا مكان لهم فيها، قررا الهرب والرجوع إلى مستشفى المجانين الذي كانتا قد هربتا منه. كان مشهد النهاية مهيبا حينما نزعتا الحذاء وأخذتا تركضان بصورة هستيرية مع أغنية المسلسل الرائعة، وعلى الدنيا السلام